ميستي بتصدقي انه قلب خير تيتا؟ شوفي شو بدي اقول لك بصراحه، القصه انه تيتا وين ميستي؟ اجاها اتصال من مغفر الشرطه انه عرفوا يلي خطفوها، وهلا هن محتجزينهم وهي راحت لتتعرف عليها. هي اخبار كتير منيحه. ايه بس دقيقه دقيقه دقيقه، شوفي ما عم ترد. ما عم يعلق الخط، انا رح روح على المغفر، لا تقلقي ماشي. انسى ميستي، هدول الجماعه هن اللي خطفوكي، وانت بتعرفي انه هي جريمه كبيره، ومع هيك قررتي انك ما تدعي عليهم. حضرة الضابط، انا بعرف شو عم ساوي، انا ما عندي شي ضد هدول الجماعه ومسامحتهم على كل شي، لهيك انا بدي اسحب الدعوه. لو سمحتي فكري منيح، اذا عم تعملي هالشي تحت الضغط فاطمني نحن معك، ما رح نسمح لهم يؤذوكي. انا ما بخاف من حدا، هذا قراري انا حضرة الضابط، وما حدا ضغط علي. بس خبرني حضرة الضابط وين لازم وقع لحتى تنسحب الدعوة نهائيا. طيب هلأ صار فيهم يروحوا على البيت. شكرا ميستي، أنا بعمري ما رح أنسى فضلك علينا. الرقم المطلوب مغلق أو خارج نطاق التغطية، الرجاء المحاولة لاحقاً. إن الرقم المطلوب مغلق أو خارج نطاق التغطية. شبكي ميستي؟ ميستي 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 ميستي، شو صاير معك ميستي؟ اصحي ردي علي بترجاكي ميستي. ميستي دائما بتشرب الشاي وبتكتري له زنجبيل، اكيد رح يصير فيكي هيك. باري انت مانك طبيعيه، شو صار لك؟ مو شايفني عم حزق؟ اصلا الحزقه مفيده، ما رح تفهم علي يا ارناف. راحت؟ شكرا. تعرفي باري؟ انتي رح تروحي
بس كل مرة بتشربي شاي بالزنجبيل أكيد رح تتذكريني كيف كنت خلصك من الحزقة. أنا كتير رح أشتاق لك. شو؟ وين عم تفكر تبعتني؟ مو رح تتزوجي روهان وتنتقلي من بيتك وتعيشي ببيته؟ ولا بدك تضلي عايشة مع ستك؟ رفيقي العزيز الزكي أرناف، أنا ماني رايحة لأي مكان. أنا رح أطلب من روهان إنه يدور على بيت بنفس بنايتنا. إيه صح، أنا بحبه، بس كمان بحبكن إلكن كتير. بصراحة كنت عم فكر إنه بس نفتح موضوع الزواج ما رح أقبل أتزوجه إلا بشرط واحد، وهذا الشرط هو إنه البيت يلي بدنا نسكن فيه يكون بنفس بنايتنا، وإلا رح ألغي الزواج كله. عن جد؟ أنا شي مرة كذبت عليك؟ يلا نروح، نحن فينا نكمل حكينا على الطريق إذا بدك. عفواً؟ هلأ كنت عم تحكي بالعواطف وحديثك كله مشاعر وهلأ بتقلي نروح؟ لو سمحتي قيسي لضغطة. دكتور شبهها ميستي، ليش أغمي عليها وما عم تصحى؟ وليش ما عم تعمل لها شي لتفيق؟ إذا في شي خطير بقدر أنقلها على مشفى تانية. لو سمحت اهدى شوي، ما في داعي تقلق، باين عليها أنه ما في شي خطير، شكلها صاير معها إرهاق وقلة تغذية ونقص سوائل. طيب عفوا دكتور، مدام صاير معها نقص سوائل حط لها سيروم. صار له ساعتين غايبة عن الوعي، بترجاك اعمل شي خليها تصحى، بترجاك بترجاك دكتور. حاضر دكتور. لو سمحت استاذ لازم تطلع. لا انا ما بقدر اترك ميستي، نحن لازم نفحصها بهدوء لحتى تصحى وتتعافى. لو سمحت استاذ لازم تطلع. لو سمحتي خدي عينة وبعتيها على المخبر وبعد النتيجة منقرر شبهها. حاضر دكتور. ايديتا روهان ابني؟ وينك انت وميستي؟ رحتوا من بكير وما عاد رجعتوا، انا قلقت عليكم كتير. ديتا ميستي منيحة، بقيان عنا كام شغلة بدنا نخلصهم ونرجع البيت. طيب ماشي. اسمع اسمع، انتو عرفتوا اي شي عن موضوع الخاطفين يلي خطفوا ميستي؟ مين بيكونوا هدول؟ اي تيتا الشرطة مسكتهم وهلأ عم يحققوا معهم. الشرطة عم بتقول انه يمكن يكون شي منافس بالشغل. انت لا تقلقي، الامور تحت السيطرة. ايه كتير منيح طمنتني، ما بعرف ليش هالكم يوم عم يصير معنا شغلات كتير غريبة. المهم روهان سوق بهدوء ابني وعمهلك انت وجاي. ايه حاضر تيتا. اهدي اهدي، خليكي متسطحة ورايحي حالك. استاذ طول بالك شوي، المريضة لسه هلا فائت، خلينا نطلع ونحكي برا. اي دكتور. قلي دكتور، شو علاقتك بالمريضة؟ هي كل حياتي. صاير بيناتكم شي مشاكل؟ لا دكتور. ليش؟ ضغط الدم عندها مرتفع كتير، وهذا بيصير بسبب الضغط النفسي، وعلى اغلب هاد خلاها تفقد الوعي. أنا هلأ عطيتها الدواء وهي لازم تغير جو وترتاح لحتى تتحسن، وهالشي رح يساعدها كتير. في شي عم يخليها متوترة وقلقانة كتير، اسمع نصيحتي وغير لها جو لتتحسن وترتاح، وإذا رجعت صارت الحالة معها مرة تانية خبروني بوقتها. يسلموا.
حدا حاكي معك شي. هو كاتب لي بحبك على هي البطاقة بس ما قدر يعطيني إياها. ميستي ما بقدر خبرك قديش أنا مبسوطة وطاير عقلي. أنا كتير متحمسة، مو مصدقة إمتى رح يوصل روهان لهون عالبيت ونقضي وقت سوا أنا وياه عالتراس. فير حكى معك شيء؟ إذا حكى قوليلي. لا روهان. لكن ليش أنت متوترة ميستي؟ الدكتور قال إنك كتير مضغوطة نفسياً. أنا تركتك منيحة وما فيك شيء. شو اللي تغير بهاليومين؟ خلص لا تقلقي، أنا معك هلأ وكل شيء رح يصير منيح. أنا كنت عم فكر إنه نروح شي رحلة سوا لأنه ضغط شغلك زاد كتير وصار لازمك إجازة. الدكتور قال هيك كمان. منروح مشوار سوا ومنغير جو. روهان ما فينا نروح لمكان، في موضوع بدي أحكي معك فيه. رح نحكي بكل شيء وأنا رح أسمع كل كلامك، بس بالأول لازم توعديني أنه نروح ونقضي سوا إجازة حلوة. روهان كيف بدي خليك تفهم أنه أنا وأنت ما عاد فينا نروح لمكان وأنه طريقي أنا وياك صار مسدود للأبد؟ يمكن تكون هاي فرصة منيحة لأقدر أحكي لك يلي صاير، بس خايفة إذا حكيت لك الحقيقة هلأ تروح وتحكي لتيتا كل شي وساعتها رح تتدمر كل أحلامنا. ميستي بشو عم تفكري؟ ميستي انتي قلتي لي انه بس ارجع رح نحكي مع تيتا مشان زواجنا، ما في اي مشكلة، وبالنسبة لإلي فأنا مستعد اتزوجك بكرة. نتزوج؟ عم بمزح، ماني مستعجل على الزواج، انا وانتي ما رح نهرب. ميستي جاوبيني، انتي موافقة تروحي معي رحلة؟ منقضي كم يوم سوا وأنا متأكد إنه رح ننبسط كتير. بعرف بشو عم بتفكري، أنتي مو عارفان شو بدك تقولي لأهلك وخاصة ستك. أنا هذا كله ما بيهمني، قولي لهم عندي خطبة رفيقتي أو رفيقتي مرضانة أو حدا تعبان أو أي شيء، لأنه عن جد كل هاد ما بيهمني. يلي بيهمني بس إنه تروحي معي، لأحيانا ضروري نهتم بحالنا. هلأ قولي لي، بلش دور على مكان الرحلة؟ حلو كتير، بحبك. أنا بعمري ما رح أتركك لحالك، لا كرمال شغلك ولا كرمال حدا. يا ريت حكيك يتحقق يا روهان، بس كيف بدي خبرك إني رح بعد عنك للأبد؟ روهان، أنا وإنت ما لازم نخبر تيتا بقصتنا مع بعض، خلي كل شي يكون بوقته، هيك أحسن. طيب مثل ما بدك، طلباتك أوامر، إنتي بس خليكي معي وبوعدك نفذ كل شي بدك إياه. إنتي وحدة ما عندك ذرة خجل، وأنا متفهم، بعرف كتير منيح ليش متعطشي للمصاري. أكيد الشاب يلي هلأ عم تضحكي عليه عم تورجي إنك غنية وإنك من عيلة محترمة ومنيحة. أنا ما عندي شي ضد هدول الجماعة ومسامحتهم على كل شي، لهيك أنا بدي أسحب الدعوة. فير أنا آسفة، أنا ما كان لازم أتصرف بهذه الطريقة،
بترجاك تسامحني. شوف، بالرغم من كل يلي صار، ميستي قدرت تسامحني. ولو ما سامحتنا كنا هلأ بالسجن. فير، فير، أنا عم حاكيك رد علي. أمك عم تحاكيك تطلع فيها. فير احكي أي شيء. ماما ما في شيء أحكي معك، بترجاكي. طيب احكي لي شو صار معكم انت وميستي حتى قررت تسحب الدعوة تبعها بعد الغلط الكبير يلي غلطناه معها. انت شو قلت لميستي حتى اقتنعت؟ ماما بترجاكي، طلبت منك من قبل وهلأ رح اطلب منك، لو سمحتي لا تتدخلي بيناتنا انا وميستي. بس اشكري ربك انه ما حبستنا. وليش عملت هيك؟ لا تسألي. وبترجاكي انا بعرف مصلحتي كتير منيح، ما تشغلي بالك فيني من اليوم ورايح. ما شكرتي ميستي على باقة الورد اللي جبتها، ولا حتى جابت سيرتها. أيوة، فهمت كل شيء. هلأ هي دايماً بتحب تخليني على أعصابي، أكيد بدياني أروح لعندها وأسألها إذا وصلوها الوردات وإذا عجبوها أو لا. طيب جاي أسألك، الباب مقفول من برا؟ روهان شو عم تعمل هون؟ تيتا بالبيت، بلكي شافتك. رؤي، جيت بس لحتى اطمن عليكي، ما بعتقد اني عم بعمل شي غلط. ايه بس تيتا ما بتعرف انه انا تعبانة ومرضانة. صح، انا نسيت هاي الشغلة. المهم هلأ انا جاي اسألك. شو؟ انا بعتلك رسالة ومع باقة ورد بتعبر عن دقات قلبي. انت وين خبيتيهم؟ هو أنا بصراحة فهمت عليكي، خبيتيهم على البرندة، بهالطريقة سديتي الطريق من غرفتي لغرفتك. يلا عطيني المفتاح، أنت ما رح تبطلي شقاوة؟ إذا ما بدك ياهن ولا يهمك، أنا بحطهم بغرفتي. يلا هاتي المفتاح. روهان باب البرندة انقفل وما عاد يفتح. ليش؟ لأنه ما بيصير نضل نلتقى بالسر يا روهان. إذا بيضل هالباب مقفول رح يكون أحسن للكل. طيب معك حق، خلص رح أحكي مع ستك بأقرب وقت لحتى ما نضل نلتقى بالسر. وقتها منتقابل قدام كل الناس، لأنه ميستي أنا ما عم بقدر أعيش من دونك. ميستي أنتي
ميستي بعت لك شي يعبر عن دقات قلبي وانتي روهان، انت مو قلت لي انه هدول دقات قلبك؟ لهيك انا حبيت خبيهم. ايه يعني قصة الشرطة انحلت كلها. كنت خايفة كتير لأنه ما كنت عم أقدر أوصل لميستي وموبايلها كان مسكر. وبعدين إجا روهان وعرف شو صاير مع ميستي ولحقها على مغفر الشرطة وإجا هو إياها سوا. ماشي تيتا، كتير منيح. إيه منشكر الرب. تعرفي أنا بالي بيرتاح وقت بيكون روهان معكن، بحس بالأمان وبعرف إنه معه ما رح يصير لكم شي. إذا بدك أنتي احكي معه وفهمي منه كل شي. تيتا ها؟ لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.